معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق. يا كابتن زكي مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا يا كريم، أخبارك؟ يا رب تكون بخير. يا رب يخلي حضرتك، يا وحضرتك وحشني جدا طبعا. يعني كابتن زكي، رأيك إيه فيما حدث في كأس الأمم الأفريقية وأداء منتخبنا الوطني في هذه البطولة؟ طبعا الخروج شيء متوقع، احنا شايفين من اول ماتش والفرق اللي يعني الظلم الفرق الثانيه ان احنا نوصل. خلينا صراحه مع بعض، ادائنا ما كان اداء فردي، اثنين ثلاث لعيبه بالجوان اللي جبناها حتى معظمها ما فيهاش جمل، ما فيهاش اي تكتيك، بس ضغط وفردي، انما اداء جماعي انك انت تشتغل وانت معاك الكوره، فكر جماعي هتعمل ايه، الايديا ايه، الفكره اللي انت هتعمل وانت بتهاجم ايه، الفكره وانت بتدافع بتدافع ازاي، كله كان عشوائي. فشيء طبيعي جدا جدا ان احنا ما حتى لعيبه عندنا لما يكون مساحه ضيقه والمساحه مخنوقه وضيقه بنقوم شاطينا قدام، فاهم قصدي؟ ما بنقدرش نتصرف الحاجات الضيقه والمساحات الضيقه، وازاي نفكر بسرعه نلعب بسرعه، الجاب بيبقى مفتوح بسرعه، ما فيش بطء في كل حاجه. فدي نتيجه شيء طبيعي جدا، مش عارف انا شيء طبيعي جدا النتائج دي. طيب. شيء طبيعي والظروف خدمتنا كمان ان احنا ما نخسرش، يعني الظروف طيب. كده في الماتشين الاولين ما نخسرش. كابتن زكي، عايز اسالك تحديدا على محمد ابو جبل وكثير من الناس حملوه مسؤوليه ضربات الترجيح، هل انت مع الناس اللي حملوا ابو جبل عدم التصدي لاي ضرب ترجيح في المباراه الاخيره امام منتخب الكونغو؟ لا 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 ملهاش، بص بيبقى توفيق ضربات الجزاء، ما عارفين ان احنا احسن فرقه في العالم ممكن تخسر ضربات الجزاء الجايه. هو عنده كان فكر انه يروح على الزاويه اليمين على طول، هو حاط ان اروح على اليمين هيغلط واحد اثنين هيحطها ممكن اصدها، ما فيش توفيق خلاص ارو، كان المفروض يغير المفروض، بس ما نحطش على واحد يا كريم، ما يعني الفرقه كلها خسرت، طب ما نقول مصطفى محمد ما هو ضيع، طب ليه ما بلموش؟ لا لا ما بيتحسبش كده، يبقى في توفيق وعدم توفيق. ضربات الجزاء دي ما لهاش، ياما فرق كبيره وعظيمه خسرتها. صحيح. فدي مش دي النقطه، دي النقطه كلها ان احنا من اول من البدايه خالص اختياراتنا، ما الاختيارات العشوائيه في الاختيارات قبل الدوره، حتى اما واحد مثلا بكلمه عبد الله السعيد كلاعب مصري انا اقعد معاه واقول له ترجع من الاعتزال حاضر، وبعدين عدم احترام للعيبه، كلها حاجات وكلها بترجع من الاول يا كريم. خلينا واقعيين ان احنا من الاختيارات من الاول ان احنا اخترنا فيتوريا ما كانش في عندنا رؤيه، لان اول مره يمرن منتخبات في حياتي. كل مدرب هايل، بس انت بتمرن منتخب غير ما بتمرن نادي خالص. انا بتكلم كده بواقع خبرتي ان انا مرنت الاثنين، انا قعدت 12 سنه مع بين منتخب. طب كابتن زكي معلش، ممكن توضح لنا برضه، عشان احنا كتير بنقول الجمله دي هنا في مصر، انه مدرب منتخبات غير مدرب فرق. طب واحد تاني يقول لك والله لا، ما هو مدرب كوره هو مدرب فريق 11 لاعب، ايه الفرق بين مدرب الفريق ومدرب المنتخب؟ فرق كبير. اولا المدرب الفريق بيتمرن مع اللعيب كل يوم، بيشوفه كل يوم قدامه، بيمرن بيشوف اللي بيتطور قد ايه، الكلام ده ماشي. مدرب المنتخب اللعيب بيجي له قبل الماتش بايه، بثلاث اربع ايام، ولو ضرب مجمعه زي دي بيجي له قبلها باسبوعين، يعني ممكن يتمرن كله حوالي 30 تمرين طول السنه معاه، فمش هيقدر يطور في ادائه. هي عمليه بقى ايه، انك انت عمليه نفسيه الاول، عمليه ازاي هتحط لان كل فرقه كل لعيب بيلعب في فرقه مختلفه بتكتيك مختلف، ازاي تجمع المجموعه دي كلها بفكر واحد، في خطه واحده، او هتلعب بايه اللي يناسب الموضوع ده، وعندك يوم او اثنين هتشغلهم عليها. فهي عمليه مش غير كده، هي عمليه اكثر منها نفسيا، اما بيجي لك ازاي بتتابع اللعيب طول السنه. يعني انا ما اتوقعش ان هو اتكلم اللعيبه بعد مثلا ماتش، لعبنا ماتش قبل كده مثلا، ومثلا الجزائر بعد الجزائر هاي كان بيتابع اللعيبه دي، بيتكلم معاها كل اسبوع مره، الماتش اللي فات ده انت عملت فيه ايه، الماتش اللي فات انت عندك غلطات دي ايه، الكلام ده ما اعتقدش. دي كلها بتبقى حاجات مختلفه، هو ما عاشرهاش عشان يعملها. يعني مثلا دي جزائر، احنا لعبنا الجزائر ودي مثلا مش كده، في الخليج بعد الماتش هل كان مع اتصال مع اللعيبه دي، كان اتصال مع مصطفى محمد، طب انت ما بتلعبش ليه يا مصطفى الاسبوع ده، طب انت الجول ضيعته ده يا مصطفى، لا لازم المفروض تقطع هنا عشان لما تيجي تعمل كده، كل اسبوع مع كل لعيب لازم الاتصالات دي تحصل. هو ما عندوش الخبرات دي، ففي حاجات كتير جدا مختلفه. صحيح. كابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح
مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأسبق. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.